معانا ايضا على الهاتف استاذ علي رجب الباحث في الشان الايراني. مساء الخير يا فندم. اهلا بك استاذ علي. خلينا نحلل الصوره كما تراها حضرتك. هل يعني هل تراها حادث عارض؟ هل من الممكن انه طائره مروحيه لرئيس دوله بحجم ايران تتعرض لحادث بهذا الشكل، ام ان هناك شبهه لمحاوله اغتيال؟ هو مساء الخير. هو ممكن اقول ان كل السيناريوهات او كل الفرضيات في عمليه سقوط طائره الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي وارده، يعني هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي يعني تابعه لحرس الثوري اشارت الى ذلك، واسرائيل نفت من جانبها ان يكون لديها اي تورط في هذه العمليه. ايضا يعني رجع او استند الناشطين التابعين للحرس الثوري على موقع التواصل الاجتماعي لعلاقه ايران باذربيجان القويه ونشاط الموساد في اذربيجان والزياره التي كان بها ابراهيم رئيسي الى اذربيجان وافتتاح السد بين البلدين. كل ذلك وضع فرضيه عمليه وجود يعني ايادي اسرائيليه في الموضوع، ولكن الامر حتى الان لم يؤكد من جانب الايراني، لان اي تاكيد بوجود عمليه امنيه او عمليه مخابراتيه لابد ان يعقوب رد سيكون هو بمثابه اعلان حرب، مش مجرد رد، يعني ده اغتيال يعني راس الدوله او رمز الدوله، فهو سيكون فعلا يعني على حرب. ولا اتوقع ان يعني تذهب ايران الى هذا المنحنى الا اذا كان هناك من يضغط على المنطقه او من يريد ان يذهب بالمنطقه الى الاشتعال. وهذا هو السؤال، هل من الممكن ان تنفي ايران وتتحدث الصحف الايرانيه ووسائل الاعلام على انه حادث أدى إلى سقوط الطائرة، ولا تذهب إلى أن إسرائيل متورطة في هذا وتكتفي ببحث طرق ما تقوم بها فيما بعد ذلك للرد، أم أنها من الممكن أن تعلن أنها توجه اتهام لإسرائيل وتشتعل المنطقة؟ يعني هو من المبكر أن نقول أن إيران ممكن أن توجه اتهام لإسرائيل بالوقوف وراء عملية سقوط إسقاط طائرة الرئيس الإيراني، لأن هذا الإعلان سيكون مجبر القيادة الإيرانية أمام الشعب الإيراني بوجود رد قوي وحاسم من قبل طهران على إسرائيل، وهو سيكون بمثابة إعلان حرب ضد إسرائيل. وكذلك مدى وجود انعكاس للصراع الداخلي لإيران على هذا الأمر في ظل يعني الجميع ينتظر ما بعد مرحلة علي خامنئي المرشد الأعلى، في ظل أنه يعاني من مرض و يعني صحته غير قوية غير يعني غير جيدة للاستمرار في سنوات الحكم طويلا، والجميع ينتظر ما بعد مرحلة علي خامنئي، وجميع القوى والأجنحة داخل إيران ترتب أمورها على هذا الأمر. عملية يعني اختفاء إذا تأكد مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيكون قد يعني جناح من الأجنحة داخل إيران يعني أسقط رئيسي من حسابات خلاف التعليق خامنئي في منصب المرشد. أستاذ علي، عندي سؤال أخير حابة بس يعني في عجالة علشان للأسف وقتي مش كتير. هل من مصلحة إسرائيل في هذه اللحظة في كل هذه الصراعات الداخلية والتراشق وتبادل الاتهامات ما بين غانس وما بين نتنياهو وبن غفير وغانس والتخوين الذي وصل إلى حد أنه أصل غانس كان عشان كده كان في زيارات مكوكية إلى واشنطن واستقبل رئيس السلطة الفلسطينية وما إلى ذلك، هل في وسط هذا الصراع الداخلي الإسرائيلي وفي وسط ما تقوم بإسرائيل في رفح وعودتها أيضا إلى جباليا، هل على استعداد لفتح جبهة جديدة؟ يعني إذا ذهبت إسرائيل في حرب مع إيران فإن الأمور ستختلف تماما، يعني لن تختفي هذه الصراعات الداخلية في إسرائيل، لأن سيكون هناك
يعني حرب أكبر من الحرب الداخلية في غزة. الأمور ستختلف تماما والحسابات تختلف تماما. حسابات الصراع في غزة غير حسابات صراع مع دولة إسرائيلية، وأيضا القوى الإقليمية والقوى الدولية الحسابات ستختلف تماما. الوضع في غزة لا يقارن بالوضع بحرب مع إيران. الأمور تختلف تماما في هذه الناحية، و سيكون هناك حساب مختلفة لكل الأطراف الإقليمية والدولية بما فيها الولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي وغيرها من الدول. الموقف في غزة لا يقاس عليه الموقف في بالنسبة لحرب مع إيران. أنا بشكر حضرتك جدا أستاذ علي على وجود حضرتك معنا، أستاذ علي رجب الباحث في الشأن الإيراني. ومشاهدينا بالتأكيد إذا جالنا أي جديد يخص ما حدث لطائرات الرئيس الإيراني هنوفيكم طبعا بالمستجدات.